عندي 5 سنين وبحب ألعب ببينجو دو. وأنا باسل عندي 3 سنين وبحب ألعب ببينجو دو. بينجو دو عملت لنا حروف عشان نعرف نقرأ ونكتب، وكمان عملت لنا أرقام عشان نعرف نحسب. تعالوا معانا نشوف هنعمل إيه مع بينجو دو. إحنا كده هنفرد صوصال بينجو، هنجيب الحرف كده. عملت الحروف دي وحرف الام. انا بقى عامل حرف الميم. انا كده عملت حروف كتيرة اوي. انا عملت الارقام، انتوا بقى هتعملوا لنا ايه؟